مساء النور إخوتي أخواتي المغاربة، متزكي معكم اليوم. واحد الموضوع يعني شائك جدا، وغنبداو به بواحد السؤال لوالي بنك المغرب بخصوص مغاربة العالم. علاش الهم الوحيد معالي الوالي بنك المغرب الجوهري، الهم الوحيد ديال مغاربة العالم اللي كيدخلوا المغرب يقلبوا على البازار ولا ان شونج لي بوغ اتونيي هاد يكون معقول في هاد لو شونج ديال رزقهم اللي كيخدموا عليه 5 مليون ديال المغاربه في العالم، تيجيو بوغ نمشيو غير من هاد القاعده. ابا تو سامبلومون لان به الابناك المغربيه ملي كتشد العمله وتفوتها كدي 15%، ما كايناش معالي الوالي في العالم 15%. كنمشيو لايطالي باش شي الفرونسويس من لورو سي اي دمي لا كوميسيون. علاش تيهزو 15%؟ علاش معالي الوالي ما كاينش واحد ملي كتجي دابا 10 المليار ديال الاورو داخله غادي تمشي منها للابناء كتستافد مليار و 500 مليون الاورو اللي كتدي الدوفيس. ولهذا فملي كيجيو الاستثمارات ولا يجي يبغي يستثمر ما كياخذش ما كيتساعدش، والابناك هنا هاد الجره هادي كامله حنا دي الحديث باقيه شي خصو سا بو بلو كونتينيو كوم سا. تحياتي اخوتي المغاربه، متزكي معكم.